اسالني بس. انت بتحبي تسافري لوحدك؟ لا، هو ما يسافرش من غيري وانا ما اسافرش من غيري. طب انا يعني... طب حلو حلو قوي السؤال ده. بعد عزومه الملوخيه والفراخ ينفع تسافري معايا؟ هو انا قلت لك بعد الملوخيه والفراخ بيبقى في قعده بيننا اتنين ومنديل وبعد ماشي كده بقى طب... كل حاجه. طب قبل المنديل هل ينفع تسافري مع صاحبك؟ لو عيلته وعيلتي ومسافرين كلنا كفاميلي تريب اوكي. يا جماعه لازم يبقى فكره فيلم واحده واحده بيسافروا مع عيلتهم عشان بيتعرفوا على بعض. ده لا مش بتعرفهم على بعض خلاص متصاحبين والفاميليز اوريدي. انا هاخد حقوق الفيلم ده عايز اكتبه.